زميلنا كريم احمد اللي موجود في مقر اقامه الفريق حاليا، والفريق يمكن على بعد دقائق من مغادره الفندق الاقامه لملعب المباراه. نقول مساء الخير كريم، وخليني اعرف منك اخر الاخبار واللمسات الاخيره. انا عارف انه الفريق بدا محاضرته الفنيه من دقائق بسيطه جدا، تكلمنا على استعدادات الفريق واللمسات الاخيره ما قبل المباراه. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك طبعا في البدايه، وكل التحيه ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم موفق لكل اللاعبين الحقيقه، الجهاز الفني، لان الكل اجتهد الحقيقه على الفتره الماضيه، ضيق وقت وتلاحم كبير جدا للمباريات، وايضا كمان يعني موضوع الريكفري ده بيبقى صعب شويه على لعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله كل التحضيرات دي تصب في مصلحتنا النهارده، جمهورنا ان شاء الله النهارده اللي هيكون متواجد في الثالثه شمال يكون ليه تاثيره كالعاده طبعا، الهتاف والتحفيز والتشجيع ان شاء الله باذن الله يكون عامل مساعد كعادته طبعا جمهور النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه مهمه جدا وهو تحدي جديد، ويمكن هي الاصعب هذه المباراه في دور المجموعات حتى هذه اللحظه. ان شاء الله باذن الله لعبتنا مركزه بشكل كبير، واضح في التدريبات، واضح في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، واضح كمان في المحاضره ووش اللعيبه ورؤيه اللعيبه طبعا. يعني اقدر اقول لك ان المحاضره خلاص انتهت من لحظات بسيطه، لكن بالخبرات الكبيره ولعيبه النادي الاهلي اجتمعت مع بعض طبعا عقب انتهاء المحاضره طبعا، بعيدا عن الجهاز الفني بالكامل. ودي يمكن من مميزات لاعبي النادي الاهلي، عندنا كباتن فرقه كبار جدا وعارفين اهميه المباراه، اهميه المرحله. يعني احنا يعني عايزين نحقق اللي محدش حققه قبل كده، عايزين نحقق 3 بطولات على التوالي، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي طمعنا على كده، لعيبه النادي الاهلي طمعتنا في كده وطمعت الجمهور في كده بالاصرار اللي بنشوفه، بالجديه وبالشخصيه وبكل الامور اللي احنا الحقيقه بنشوفها في مواقف صعبه جدا بتمر على لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه يمكن اجتمعت عقب انتهاء المحاضره. في لعيبه ممكن تشارك، لعيب ما يشاركش، طريقه اللعب بيحاول ان هو يوزع المباراه بشكل كبير جدا. 90 دقيقه بنشوف فيها امور عديده جدا، بنشوف تغييرات، بنشوف امور عديده جدا. فان شاء الله باذن الله اللعيبه المتواجده معانا في القائمه الجاهزيه موجوده والرغبه موجوده، لكن ان شاء الله ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراه مع المؤازره اللي احنا منتظرينها الحقيقه من جمهور النادي الاهلي. طيب خليني يعني كريم اسالك بس اسالك زي. لانه انت عارف الناس بتبقى شاغله نفسها ما بتحبش تستنى لغايه لما يتم الاعلان عن التشكيل بشكل رسمي، لكن انا عايز اعرف منك في بعض الغيابات، كانت بعض اللاعبين غابوا عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة، هل ممكن نشوفهم يكونوا حاضرين في مباراة النهاردة؟ تطمنا عليهم. وفي بعض الناس اللي تألقت برضو، يعني أعتقد أنه يمكن في سؤالنا للجمهور عن أفضل لاعبية الأهلي في مباراة المقاصة، الناس كلها اتفقت على أن ميكسوني كان نجم اللقاء، هل ممكن ميكسوني يكون حاضر النهاردة في البداية؟ بيرسي تاو العائد من الإصابة واللي اتكلمت عليه في نهاية الأسبوع الأخير وقلت أنه هيكون جاهز لمواجهة سان داونز، هل ممكن برضو يكون مشارك في مباراة النهاردة سواء كأساسي أو بديل؟ تديني كده أخبار التشكيل والطريقة. يعني انت عارف طبعا زميلي احمد، كل مباراه ليها متغيرات وليها لعيبه وليها طريقه تكتيك وطريقه شكل معين طبعا. اكيد يعني ميكيسوني كان واحد من اللعيبه المميزين جدا في المباراه الاخيره، لكن انت عارف طبعا اختلاف كبير جدا مباراه بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. رؤيه الحقيقه بيتسو موسيماني بتكون مميزه وصائبه جدا، ساعات بيكون في مثلا اختيار، ممكن نشوف طاهر، ممكن نشوف حسين، ممكن نشوف موسيماني، ممكن نشوف ايضا ميكيسوني، فيمكن الناس بتكون في حيره شويه، لكن الراجل على ارض الواقع لامس، عارف القدرات، عارف ده هيطلع منه ايه في المباراه دي، عارف الادوار عباره عن ايه. فان شاء الله باذن الله اختياراته تكون موفقه جدا، اكد لك على الثلاثي الحقيقه بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وعلي معلول جاهزين بنسبه 100% ان شاء الله لهذه المباراه. الدفع من عدمه طبعا هي رؤيه فنيه بالنسبه طبعا للجهاز الفني، لكن علي معلول هيكون له دور ان شاء الله بشكل اساسي في هذه المباراه مع محمد عبد المنعم. هو بيرسي تاو اللي ممكن نشوف مشاركته في اجزاء من المباراه، او ممكن الحقيقه نشوفه في البدايه، يعني يمكن هو في تحفظ شويه طبعا، لان انت عارف راجل راجع من اصابه ما كانش في وقت ان هو يشارك بشكل كبير جدا في تدريبات وفيها التحامات وفيها سبرنتات وفيها امور عديده جدا، لكن الكل جاهز، الثلاثي جاهز بشكل كبير جدا. ميكيسوني ان شاء الله يكون ورقه رابحه النهارده ان شاء الله باذن الله مع فريق النادي الاهلي، يعني ممكن يكون ليه دور في الشوط الاول الشوط الثاني، لكن الكل جاهز وكل اللعيبه الحقيقه عارفه اهميه المباراه، ما حدش بيزعل مين بيلعب ومين ما بيلعبش، ما حدش بيزعل اللي بيلعب في مكانه ولا في مكانه. الزعل الوحيد بس ان انت ترجع الجمهور اللي متواجد ده، وده لعيبه النادي الاهلي بتفكر في ان انت ترجع الجمهور زعلان. فيا رب ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون سعيد النهارده، لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا، انصاف الفرص، دخولنا في المباراه، الحاله، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون مركزين فيها بشكل كبير جدا. بيتسو موسيماني ايضا كمان بيجتمع مع اللعيبه
بشكل فردي وبشكل جماعي، اللعيبه بتجتمع مع بعض، عارفين اهميه المباراه واهميه المرحله. هي مباراه مهمه جدا وتحدي كبير جدا النهارده، لكن ثقتنا كبيره جدا الحقيقه في لعيبه النادي الاهلي، رغم الضغوطات ورغم الصعوبات اللي بيقابلها النادي الاهلي والتلاحم الكبير جدا والسفر من كاس العرب كاس الامم الى كاس العالم الانديه الى السودان. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا كالعاده ان شاء الله تفكر في روح الفانيله الحمراء، تفكر في شخصيه النادي الاهلي، تفكر في جمهورنا العظيم، ويا رب ان شاء الله يكون يوم النهارده طيب على فريق النادي الاهلي، ونقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه الصعبه والمرتقبه والمنتظره لكل جمهور النادي ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد من داخل مقر اقامه الفريق اللي يمكن على بعد دقائق من مغادره الفندق عشان يتوجه لملعب المباراه. وبمناسبه كلام كريم خليني اقول لحضراتكم